لازم على الدولة أنها تدعم أن تبقى في دعم الأسعار بالنسبة للمواطن البسيط، وفي نفس الوقت تراجع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي. يعني هذا الاتفاقية تاع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضرت بزاف للاقتصاد الوطني، وتشجع تنحي هذه الاتفاقيات وتحمي المنتوج المحلي. يعني نقولوا نقصوا من الاستيراد ونستهلكوا المنتوجات المحلية، يعني تولي عندهم قيمة مضافة كي نقولوا نستهلكوهم داخل البلاد. 3 ملايين يا أختي، شوفي ينحي منها مليون، يقعدوا له زوج ملايين يدخل المارشي قفة بطبع ما يعمرهاش مليون هذاك. وعمري لا خبيت، عندي 7 سنين خدمه، عمري لا خبيت من الله بي تي اي 100000 ولا 200000. انا البونسيو تاع الدراري تاع 30000 جبتها البارح 90000، باقي ديت لولادي. واش الزوالي؟ ما كاين والو اختي، هادي لا بي تاع الزوالي. ما تبغي ديك كاش تزيد المشاكل تطيح اكثر باسكو شغلك. بس دوك صلي على النبي اختي، حنا شوفي انا في عمري 39 سنه هكذا وجوج تاع كوميرس، انا ملي شفيت والدينار طايح، ملي شفيت مرفه وزوالي زوالي، رباني بابا كوميرسون راس ماله مليون، حتى كبرت حتى زوجني ودر دراري، تخسي مولي خلاص 10 ملايين 15 مليون، تقولي له بالك على الدينار تاع داور هذاك اللي يعطيك الصرف تاعو. حنا والفنا بلا بي تاع والدينا مليون، ولينا نخلصوا حنا كيما هما. هذا اختي دوك ما نروحوش بعيد، دوك نخرج معاك نسمو صحاشك وحشا قدرك صباط تاع بيبي 200 الف، دوك اللي عنده خمسه ويجي كسيهم في دخلات عليك وشحال هذا يقعد هو يخبي لهم شحال شحال. انا دوك عندي ثلاثه صافي، دوك كنولي نشيلهم دوزان بحوايجهم، دوك نقول لك شحال نقعد نخبيهم، كل شهر لازم نجبد لهم 500000. بلا كيجي زعما شهر فيه مناسبات، دخلات عام سيد عيد، احكي لنا هذا عيد ما داوش تا هو الظروف اختي. صافي انت مرفه ماكش حاجه ما تعرفيش. ها ما كانش توفر، ما كانش توفر، ما كانش عايشين بالميزيريا، عندنا نهربوا من الديار باش ما يقولولناش جيبوا هذيك والله هذيك، خلاص لحقنا للعظم كيما يقولوا. درك نقولوا ربي ان شاء الله يقدر الخير، سينو الدولان تاعنا نساتنا كاع، نسات البطالين نسات الزوالة نسات ما على بالهاش، ربي يقدر الخير وخلاص. على بالنا باللي كي يهبط تطلع السلعه، هم طلع ديجا هضروا باللي راح تطلع السلعه، هاي حكمنا الخلعه درك ولينا ما نرقدوش قبل ما تطلع السلعه. هي كان طلع علينا احنا زولا باي طلع علينا ما قدروش، درك زدنا كملوا علينا، ما يلزم يحفروا لنا القبر ويدفنونا وحنا حيين وخلاص، هذا ما كان. والله القدره ضعيفه جدا، يعني ما تكفيش، يعني حتى مهما يكون الدخل تاع المواطن ماش راح تكفي، خصوصا مع غلاء الاسعار في يعني سواء الخضر الفواكه مختلف المنتوجات، يعني غلاء فاحش، يعني لازم استراتيجيه واحده اخرى. ما يكفيش اننا ندعموا نزيدوا برك في نزيدوا نخلصوا يعني الموظفين نزلهم في الاسعار، ماهيش حل. الحل انه نطوروا المنظومه الاقتصاديه الانتاج تاعنا. وي حلو، الدوله هي اللي دير حل، الدوله هي اللي دير حل اختي. البترول تاعنا يا اخي والذهب تاعنا هما اللي يديروا الحل، حنا خاطينا كي انخفض الدينار قيمة الدينار كي تنخفض المواطن يصبح غير قادر على شراء مستلزماته اليومية الضرورية، يصبح غير قادر على شرائها. لما كان القدرة الشرائية تنخفض تاع المواطن، مثلا صاحب شهادة في إدارة عمومية يتحصل على 30000 دينار في الشهر، هذا غير كافي للقضاء حاجته اليومية من طعام وشرب وأكل إلى آخره. يعني كون نقارنوا الأجر الصافي اللي تحصل عليه العامل في إدارة عمومية غير كافي لقضاء حاجته اليومية، غير كافي لأن الأسعار السلع الضرورية في ارتفاع مستمر. مثلا نجد سعر البطاطا وصل 80 دينار، كيفاش المواطن يقدر يشري؟ ما هوش قادر يكفره، وهذه قضية سياسة اقتصادية. الدولة راهي تقول باللي النفط البترول راه هبط، وهذاك السبب تاع اللي هبط هو اللي راهو تأثر على كل الميادين في التجارة ولا في كلش. نظل أنا إن شاء الله عن قريب يتغير الشيء، أو حتى لورو في بناتو راهم مقسومين بيناتهم كل واحد كيفاش يواسي. وحنا بالنسبة لنا احنا يا شوية الدولار ماهيش قائمة بواجبها، ونظن اللي يلزم يدرسوا القضية مليح وشوية
كما قال السيد قبيله هذاك، اغلى المعيشه هذه خلت المواطن ما يقدرش يقابل اغلى المعيشه هذه، حتى اللبسه ديالو ما يقدرش يحصل عليه مسكين، خصوصا اللي عندهم دريه بزاف ومشكله مساله تاع الكهرباء والماء وكذا ومن هذه. دينار دوكا كي يهبط يهبط دينار، يهبط بترول وذهب، دينار يهبط كيما كيزيد يهبط دينار، الشعب يطيح او يطيح قايتين هكا، وما ما نقولوا ما اكزيستيش الشعب قايتين 200 ولا 300 الف يدخل المارشي ما 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 كاش واش تقضي له ما كاش. احنا من الدوميل من 2000 مليون ونص ما تقضيش، من 2000 ورواح لهنا عندنا 14 سنه مليون ونص ما عنده واش يدير، ما عنده واش يدير. يا اخي لنا هنا الخبز راهي 800 فرق يقولوا مدعم من الدوله، الخبز دير اذا تقول 1800 فراك يقولوا 1810 دورو، يروحوا يلاقوا 810 دورو هم قاعد يبيعوا فيها الفراك، تروحي تعطيه 5000 يدلك الصرف يقول لك سوا سوا. كان شي واحد راه قال لنا ودي انا الخبز راه 810 دورو مدعم من عند الدوله، ما كانش. كاين الحليب في بعض الاحيان يبيعوه 2710 دورو في بعض الاحيان منا، ما كانش اللي راه يراقب، ما كانش اختي اللي راه يراقب كاع، ما كانش حتى واحد اللي راه يراقب في هذه السلعه هذه تطلع ولا تهبط، ما كانش مسؤول يهبط الميدان. كي تسالي الواحد تقول لك مسؤول وزير وما ادراك وزير، تقول له ما على بالك تقول ما على بالك شحال السومه سي كراف. علاش هبط الدوله هي ما هبطاته، الدوله هي اللي ما حبتش تدير له يسمى او دراهم المغرب دراهم تونس غاليين على دراهمنا، وما عندهمش كاع الانتاج، ما عندهمش لي ريسورس ناتورال، ودراهمهم غاليين علينا، وحنايا بورتون يحوسوا يدخلوا في لو ام سي هذيك تاع الكوميرس انترناسيونال باش يقابلوا. ما عندهم والو، ما يصنعوا والو، واش يصنعوا؟ بطاطا زانيمات يجيبوها من الباكستان. ما تكفيش اسمح لي. هضرنا على هذه النقطة، يعني القدرة الشرائية كيفاش يشوفها؟ يشوفها خلاص، درك الإنسان ما يقدرش يشري. أنا واحد في نفسي عندي 5 دراري وعندي لا لوتريت نتاعي 2 ملايين، واش دير لي؟ ما عندها ما دير. سمعت؟ أنا اللي حاجة كنت نحبها هكذا نتوحشها ما نجمش نشريها، كيما التفاح نقولوا، كيما البنان، كيما هذيك ما تنجمش نشريها. علاش؟ غالي الشيء. احنا بكري كنا نخدموا ب 25000 ناكلوا ونزيدوا نفضلوا، والخدمه كانت الله يبارك. درك راك تشوفي يضرب 4 ملايين ويقول لك ما عنديش.